منافسات مع حضرتك، اتفضل. طاقم المنافسات طبعا احنا النهارده كان اول فرصه ميداليه زي ما نقول كده، خلاص بزياد السيسي، احنا قلنا قبل كده الالعاب اللي عندنا فرص فيها ومين هم اللاعبين اللي عندنا فرص فيها، وزياد السيسي كان من ضمن هؤلاء اللاعبين. زياد كان داخل على الاولمبياد وهو المصنف الاول عالميا في الرانك العالمي، انما هو لعب خمس يمكن اربع او خمس كاسات عالم، قدر يقف بوديوم مرتين فيهم، فكان عندنا امال ان شاء الله انه يحقق حاجه كويسه. والحقيقه هو وصل دور الاربعه بانجاز كبير، وفي الاخر زي للأسف. ما حضرتك قلت ده، او زي ما مصر كلها شافت، هو طلع الرابع في الاخر. خسر من الإيطالي ده لويجي. يعني برضه ده، وزياد يمكن طلع تصريح وقال لا يوجد، يعني الموضوع مش تحكيم يا جماعه، الموضوع ان انا فقدت تركيزي، واللعيب لما بيخفض تركيزه في لحظه حضرتك مظبوط. الدنيا ممكن تتغير. زياد كان ماشي كويس، كسب ناس قويه جدا، يمكن خسر من التونسي اللي هو مصنف 13، دي كانت مفاجاه، فرجاني. ويمكن مفاجاه بالنسبه له هو، اكيد مخه جاب الميداليه وبدا يفكر فيها، او وصل دول الاربعه، وده خطا كبير جدا شائع ما بين الرياضيين، اول ما بتبدا تفكر في الميداليه تركيزك بيقل، فما بتوصلش للفول بوتنشال بتاع التركيز بتاعك لاي مباراه حضرتك انت عارف لازم تبقى عامل لها حساب، مظبوط طبعا. عامل المنافس حساب، وتقدر توصل لاعلى تركيز ممكن يعني. انما يعني خلاص اللي حصل حصل، المركز الرابع على الاولمبياد ده برضه شرف كبير، كنا نتمنى ميداليا النهارده ترفع المعنويات لجميع اللاعبين وجميع وبالنظر الرياضيين. لانه زياد كان احد المتوقع ان هم يبداوا رصيدنا في الميداليات في البطوله دي او في زياد النسخه. كان احد ال 11 مظبوط. و12 لاعب ولاعيبه اللي اتكلمنا عليهم من فتره، وقلنا عندهم فرص ميداليات، تمام. عندنا فرصتين تانيين في السلاح لسه، سواء في الفرق، في بعض الفرق الرجال، او بمحمد ماهر حمزه ومحمد السيد، محمد ماهر حمزه في الشيش ومحمد السيد في سيف المبارزه، لا زال هناك فرص. خلاص احنا كنا متوقعين من الاول ان السلاح المجهود الكبير اللي بذل الحقيقه ممكن ان هو يجيب لنا ميداليه، لا زال هذا الامل موجود، ما راحش الحقيقه على تمام. الاطلاق، فان شاء الله ربنا يكرمهم في الايام اللي جايه، والجهد ده يكلل بميداليه اولمبيه باذن الله. بإذن الله. طيب اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. اتفضل. كنت عندنا أسألك تنس على الطاولة. الإقامة قبل ما نروح لتنس الطاولة. الإقامة، كنت قريت تصريحات لعلي زين أحد نجوم منتخب اليد، إنه في مشاكل على مستوى درجات الحرارة وعدم وجود تكييفات أو مراوح، وإنه الأكل فيه مشكلة، وإن الغداء بيتأخر. هل دي مشكلة لمستوها كبعثة، وهل في لا تحركات لعلاجها؟ خليني اوضح الحاجه دي بالظبط. اتفضل. موضوع التكييفات ده من الاول، يعني بقى لنا اكثر من سنتين كل الدول عارفه ان لا يوجد أوروبا ما تكييفات، عندهمش تكييفات أصلاً لا قوي لا ما يعني. عندهمش تكييفات، ولا يوجد تكييفات في باريس تحديدا، خلاص اوكي، لاسباب بيئيه يعني فور سستينابيلتي ريزن، هم عاملينها كده عن قصد، فانت حتى مش من حقك انك انت تجيب تكييفات بشكل مكثف، لان ده تمام. بيضر البيئه. هم عاملين نظام اخر يخلي الحراره تنزل، تمام، وحاطين مكيف كده في كل اوضه بيشتغل بالميه، تمام. فده يقدر يخلي الاوضه يعني درجه الحراره فيها كويسه جدا 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 ومناسبه جدا جدا للنوم والكلام ده كله. فدي مش قصه، ودي على الكل، يعني احنا برضو في الرياضه دايما بنتكلم ان لما ان الظروف تبقى على كل الظروف الوفود. تبقى على كل واحده، ده شيء طبيعي جدا، فما ينفعش حد يشتكي لان التاني المنافس بتاعك هو في نفس الظروف بالظبط. تمام. بالنسبه للاكل حضرتك، الاكل ده شكوى عامه من يعني احنا عندنا 206 دوله، اكثر من 100 دوله عملت شكوى اساسيه للجنه المنظمه في الاجتماع اللي هو بيتم كل يوم صباحا، او الاجتماع الفني بتاع كل يوم الصبح، بكميه الاكل ونوعيه الاكل. تمام. الاولمبياد احنا متعودين دايما ان جميع انواع الاكل موجوده ومتاحه بكميات مهوله جدا، خلاص، و24 ساعه المطعم مفتوح 24 ساعه، تمام. هو الحقيقه المطعم مفتوح 24 ساعه، انما كميات البروتين، كميات اللحوم قليله، كميات الـ يعني، والفرايتي مش زي الاولمبياد ما المفروض تكون موجوده، تمام. خلاص، فدي حقيقه موجوده خلاص على فئه اترد عليكم التاليف. من الشكوى دي ولا لسه؟ لا، هم ردت اللجنه المنظمه وقالت انها تحاول تحسن في الفتره اللي جايه، تمام خلاص، انما تاخير اكل مش الاكل متاح 24 ساعه، تمام مفهوم مطعم في 24 ساعه. مفهوم. طيب بالعودة